هل هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة وما كيفيتها؟ هذا سؤاله الخامس. يرى بعض العلماء مشروعية صلاة الحاجة ويستدل بحديث ورد في ذلك، ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عنه صلاة الاستخارة، إذا هم بالأمر وتردد في هل هو خير أو غير خير فإنه يصلي صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بعد التسليم بالدعاء الوارد في الاستخارة. نعم.